أهلا بيكم. هيراقليطس فيلسوف يوناني مشهور التلمس على إيده أعظم الفلاسفة في التاريخ زي أفلاطون وأرسطو. كان عنده مبدأ هام بيقول إن كل شيء حي في حركة مستمرة وتغيير، وسند الفكرة دي بمقولة مشهورة بتقول أن لا يستطيع أن ينزل الإنسان نفس النهر مرتين. فابتدت الناس تسأله تقصد إيه بالمقولة دي؟ قال لهم لأن مياه جديدة تتدفق في النهر فهناك تغيير. ولما قريت كلام هيراقليطس افتكرت المثل ده. تخيل معايا لو عندك كرسي شكله جميل وألوانه حلوة وجيت حطيته في الصحراء لمدة سنة ورجعت، تفتكر هتلاقي الكرسي ده اتحول وتغير بقى كنبة كبيرة جميلة؟ الإجابة لأ. عارف ليه؟ لأن يمكن أنت هتقولي لأنه جماد، أو تقولي لأنه ما فيهوش حياة، أو ببساطة لأنه شيء ميت. ده يوصلني الحقيقة بسيطة وعميقة في نفس الوقت، إن التغيير هو صفة الأحياء فقط. عنوان فكرتنا النهاردة عايز تكون إنسان. الحقيقة الواضحة النهاردة واللي بصل إنها توصلك إنك لما بتفقد رغبة التغيير أنت بتفقد الحياة وبتفقد إنسانيتك معاها. لأنه لو أنا هو نفس الإنسان اللي قابلته من أسبوع شهر سنة ومفيش أي تغيير في شخصيتي في عاداتي في سلوكياتي في نظرات عيني في طريقة كلامي، أكيد في حاجة غلط. وده يخليني أسألك سؤال، يا ترى أنا وإنت في مرات كتيرة ماتت جوانا الرغبة في التغيير؟ فمبقاش عندي أي إرادة إني أتغير للأفضل في علاقتي مع الله، مع الناس اللي حواليا، مع المجتمع اللي أنا عايز أعيش فيه. الحقيقة الواضحة النهاردة اللي عايزك تركز معايا فيها إنه رفضك التغيير في حياتك كل يوم هو رفضك للحياة وقبولك للموت كل يوم. عايز تكون إنسان؟ أشجعك النهاردة أنك ترجع إلى مصدر الحياة، لشخص الله صاحب الحياة وصاحب التغيير، للقال عن نفسه في وقت من الأوقات أنا هو الطريق والحق والحياة، القال عنه يوحنا كاتب الإنجيل فيه كانت الحياة، في يسوع ويسوع وحده فيه الحياة. عايز تكون إنسان؟ اقبل التغيير النهاردة، اقبل الحياة من رب الحياة، اقبل يسوع. فين المعنى في حياتي في دايرة وقفت ساعاتي وخايف أيوة خايف من اللي جاي تهت في دايرة غريبة في وهمي وتري حقيقة مش عارف أنا ميت ولا حي فين المعنى في حياتي في دايرة وقفت ساعاتي وخايف أيوة خايف من اللي جاي تهتي في دايرة غريبة في وهمي وتري حقيقة مش عارف أنا ميت ولا حي عايز أرجع يا شمسي والأماضي منسي أرجع كل نفسي أكون إنسان من غيرك أقوى مني أقوى من اللي بيبعدني ويردني يا ربي للأمان سامحني لو رفضتك لو في
كان عقلي يا ربي غايب مش في الوعي. قولي لسه بحبك، قولها وسيبني لحضنك، رجعني أحب الناس.